السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ملهم من حملة وفريق فلنترك أثر تطوعي. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم إن شاء الله تعالى رح نشرح على طريقة التسجيل على جامعة أوندوكوز مايس. هي جامعة 19 آذار بالعربية طبعا. هي جامعة تقع في مدينة سامسون، وجامعة تقبل فقط في يوزيها، هاي المفاضلة الأولى. طبعا نلاقيها بتقويم المفاضلات 2021، رقم المفاضلة 31، طبعا بتقويم المفاضلات رقم الجامعة 31. الجامعة طلعت نتائجها من فترة. المفاضلة الأولى تبدأ في 21/6 تنتهي 27/6، نتائج 5/7، وهون معلومات الفحص وامتحان المعافيات اللي بيحب يطلع عليه. طبعا ملاحظات مهمة إذا بنحب نطلع أيضا على معدلات قبول سابقة. بهي المفاضلة فقط الجامعة كما تحدثنا سابقا ما بتقبل إلا بشهادتها اليوز. مقعد 2021 يوز الجامعة طبعا مثل ما قلنا، والأقساط السنوية أيضا، ورابط التسجيل نلاقيه أيضا في صفحة وموقع فلنترك أثرا. بعد ما ندخل فينا نحن طبعا الطلاب اللي قدموا اليوز في عندهم اسمه الـ ID نمرة أو الرقم العضوية، هذا الرقم اللي قدموا عليه اليوز. إذا عاملين حساب فينا ندخل مباشرة عن طريقه مباشرة، بيحطوا رقم والشفرة. النسي عن شفرة يحط نسيت الشفرة، هذا اللي عنده رقم الـ ID رقم اليوز. طبعا النتيجة حتى موجود فينا نطلع عليه على نتيجة امتحان اليوز. يلي ما عنده بيحط يونيكايت كايت اول من جديد، يعني قيد جديد. فينا نغير اللغة للتركية للإنجليزية أيضا حسب الطلب. طبعا هون الأيروك الجنسية، بابا أدل اسم الأب، كايت لما شكلي، طريقة القيد يعني كيف أنا بدي سجل عن طريق الأداي نمرس، رقم عضوية الامتحان يوز أوندوكوز مايس، ولا عن طريق تيجي كملك رقم الهوية التركية يلي عنده جنسية، أو رقم 99 يلي عنده إقامة أو عنده حماية مؤقتة، الهوية الحماية المؤقتة في تركيا. طبعا الاسم الأم منضيف هون الرقم بعد ما نحط. لنفترض المقدمين يوز أغلبهم طبعا عندهم رقم و بيبدأ بحرف O أو صفر، الاسم الأم، رقم الجواز إن وجد، إن ما وجد فينا نحط رقم التيجي كملك أو هوية تركية، الاسم، الكنية، وهون عنا الجنس، وهون عنا أيضا اي بوست يلي هو الايميل. طبعا بنحط الايميل اللي سجلنا عليه على اليوز. طبعا مثل ما قلنا الطلاب، بننبه على شغله، الطلاب اللي عندهم عضويه رقم عضويه بيكونوا داخلين على السيستم من قبل، بيحسنوا بيفوتوا من مباشره، اما هون للقيد الجديد يعني اللي ما عنده لسه قيد بالجامعه على سيستم الجامعه. بنحط ايميلنا ايضا وكلمه سر من انشاء من جديد بتكون من 6 اشكال. بعد منا بنحط انه هون اذا انا معي موفي كارت اللي هو الكارت الاحمر، عفوا الكارت الازرق. هون ايضا اذا كنت انا تركي وخرجت برا البلد، وهون اذا انا كنت مزدوج الجنسية، هون اي جنسية تانية غير التركية فينا نحط هيتشبيري. طبعا موافق على الشروط الحاضر ما نحن الجامعة، ومنحط كايت اول. بعد ما نحط كايت اول بيفتح لنا بيبعتولنا على الايميل ايميل تأكيد، بنروح بنأكده وبندخل لنبدأ بالمفاضلة. طبعا بيفتح لنا السيستم بهالشكل، هون بيبعتوا لنا ايميل ثاني تأكيد، نحن بنحط طبعا انا اكدته، بيحط لنا تأكيد ايضا بنأكده على الايميل، بنبلش من جديد. بيطلبوا منا صورة شخصية، وطبعا كيشي سالبي جيليري، كيشي سالبي جيليري معلومات الشخصية، بيطلبوا منا الاسم. طبعا انا عبيت المعلومات لذلك ما فيني هلا اعدل عليها، ولكن عشان انا نبه على الموضوع ID number يلي هو رقم اليوز المقدم على اليوز، ويروك يلي هو اخترناه اول شيء بدنا نحسن من غيره، الجنسية، الايميل، الاسم، اسم الاب، الكنية اسم الاب، اسم الام، والجنس، دوم تاريخي، تاريخ الميلاد، ورقم الجواز السفر.
ورقم الهوية التركية أو رقم الهوية اللي بحوزتنا بالإقامة اللي بالبلد المقيمين فيها. إذا تشين بالجاليري هذول معلومات، طبعا معلومات الإليتشن اللي هو معلومات التواصل بأي بلد نحن منعيش، بالأردن مثلا طبعا رقم هاتف يطلبوا مننا، ومدينة وإلتشي اللي هي المنطقة، ورقم هاتف والأدرس. نروح على إيتين بالجلري اللي هي معلومات التعليم، منضيف شهادة الثانوية، منضيف طبعا مثل ما قلنا شهادة الثانوية، ونضيف اسم المدرسة وأي منطقة درسنا فيها، المدينة، وعلامة من أي سيستم، سيستم 100، 2240، 160 حسب السيستم، والعلامة الأخيرة، وميزونية التاريخية اللي هي تاريخ التخرج. طبعا منضيف الميزونية البلجسي، شهادة الثانوية، والنوت دوكومو اللي هو كشف العلامات. نروح على صناوبر الجلري. صناوبر الجلري نحن عندنا الامتحان، طبعا نختار طريقة الامتحان اكلي اضيف. الامتحان بنختاره اوندو كوزمايس يونيفرسيتي اولوسلار عباسي اورينجي جيريش سناور، هو امتحان يوز اوندو كوزمايس. اي شهر مثلا، اي سنة مثلا، المعدل بيكون من 100، هو بيحطلنا اياها تلقائيا. بس اي سنة مثلا قدمنا الامتحان 2021. ماتماتيك بوانه، طبعا في عندنا بالامتحان اوندو كوزمايس تمام الاوريدمي بيجيلري، يعني سوزال، هو اسئلة ادبية او فينا نقول اسئلة عامة، وعندنا اسئلة ذكاء او ماتماتيك رياضيات، عندنا علامتين، نضيف علامة الرياضيات وعلامة الاسئلة العامة وعلامة النهائية، يعني العلامة الوسطية بيناتهم. وهون طالب مننا بلجي سونوش دور لما قضوا. في عندنا اخر نتيجة الامتحان يوز اوندو كوزمايس عبارة عن دور لما قضوا اللي هو كود عشان تأكد من صحة الشهادة، من صحة شهادة اليوس. بنروح على اليونيفرستي، طبعا بعد ما نضيفه بنحطه أكيد، وبعد ما نبعته بنضيف شهادة اليوز. وهون نحن بحط لنا اونايسز عبين ما الجامعة، عبين ما الموظف أو موظف الجامعة يطلع على الشهادة ويطلع على الأمور وبيوافق عليها أو لا، وإذا ما وافق بيبعت لكم تنبيه على الإيميل. فلذلك نحن من عنا وننصح تفقد الايميلات كل فتره. يونيفرسيتي ترجيح لري، بنروح على قسم ما قبل الاخير اللي هو ترجيح الجامعه، يعني ترجيحات الرغبات. فينا نختار رغبات، طبعا اوندو كل ما يونيفرسيتي 2021 وصار اورنجي بروجرام لسنه 2021. فينا هون نقرا انه عندنا عم يقول لنا 21 بيفتح 27 بيسكر، نتائج 5/7. منضيف فينا نضيف خمس ترجيحات، منضيف خمس ترجيحات. ايتين بالليسي، الليسي بنحط اسم الليسي، اسم الثانوية، بنحط صناو صونجو على شو عم فاضل انا. طبعا هو تلقائيا بيحط لي على يوز 2020 انه الجامعة ما بتقبل غير بيوز الجامعة. طبعا تركشي ديل سيفيسي، مستوى اللغة التركية، انا قديش مستواي، اكي ابير جابير قديش، اذا ما في، اذا ما بعرف تركي وبدي اتعلم من جديد بحط له يوك. ترجيح مثلا، ترجيح عنا الرغبات، واحد الرغبة الاولى بنضيف رغباتنا نحن. في طبعا فينا نطلع على التخصصات الموجودة، جامعة عاطية مقاعد منيح، وبنضيف الرغبات كلها، بنحط اخر شيء باش فور ليش من السنة وقدم اونلاين، يعني وافقت على شروط المفاضلة وقرأتها ووافقت عليها. بعد منها بنحط بنجلة وبنرسل الطلب للجامعة. فينا نحمل بعض منا الفورم، فورم الاستمارة، استمارة التسجيل. هيك بكون سجلته على جامعة أوندو كوزمايس. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو، وبالتوفيق للجميع، وإن شاء الله كل إنسان مثل ما بيطمح بينقبل. وإن شاء الله تعالى نكون نحن فدناكم قدر المستطاع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.